عبارات الاحترام، الشكر والتقدير، يشرفنا نحن براعي ولاية يوزو، نستقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في ولايتنا المضيافة، الولاية التاريخية التي ضحت بالنفس والنفس بالأجل هذا الوطن الغالي. سيد الرئيس، إن حضوركم أطفى علينا نور وبهجة تملأ الأجواء، نرحب بكم بقلوب مليئة بالحب والوفاء لهذا الوطن، فباب الكيان نفتحه لكم بكل سرور. سيد الرئيس، إن زيارتكم تعني لنا الكثير، فقد زادتنا تشريفا وفخرا واحتراما وتقديرا. كل الحب والتقدير رئيسنا الغالي الذي شرفنا اليوم بهذه الزيارة المباركة التي تدفع العمل الدؤوب بما فيه من مصلحة للوطن والمواطن. المجد والخلد شهداء الأبرار، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر. شكرا.